اهلا بحضراتكم مره تانية بعد الفاصل. لسه مكملين كلامنا مع الاستاذ علي ادريس المخرج الكبير اللي منورنا ومشرفنا في استوديو صباح الخير يا مصر. استاذ علي، كنا بنتكلم قبل الفاصل عن علاقتك بمحمد هنيدي. محمد هنيدي فنان كوميدي على الشاشه وبره الشاشه كمان، فاعتقد ان هو من الناس من كتر الضحك احنا ممكن مثلا نعيد بدل مره 20 30 مره مثلا في مشهد واحد، لمجرد الناس جنبه مش قادره تمسك نفسها. لا بص، انا هقول لك على حاجه. هنيدي عنده يعني ده ربنا انعم عليه، يعني اولا بالقبول، يعني انه مقبول. تاني حاجه انه دمه خفيف جدا جدا، يعني من اول ما تعرفت عليه لما دخل معهد السينما. هنيدي خريج معهد السينما، مش يعني عشان الناس تبقى عارفه يعني. فمن اول ما اتقابلنا الكيمياء ركبت، يعني احنا بنقعد نضحك يعني زملكاويه بقى زي بعض كمان وبعدين بتحب تشجع مصر، بنقول ما فيش ولا اهلي ولا زمالك. انا ما فيش فين النهارده. لا لا لا، كله مصري النهارده. وبعدين يعني بنحب تراث السينما القديم، يعني حافظين جمل من الافلام القديمه ومشاهد وحاجات كده، واحنا الاثنين من عشاق نجيب الريحاني. وبنقعد بقى في الكافيتيريا وبتاع وكده. انت عارف معهد السينما اصله دراسه لطيفه، يعني انت بتدرس فن، فما عندكش الضغوط اللي هي كده. فانا وهنيدي التقينا في الحته دي. وبعدين انا كنت بحضر مسلسل اسمه البخيل وانا، بطوله الاستاذ فريد شوقي. انا قلت يعني اخراج الاستاذ حسين عماره، وكنا بندور على حد يلعب دور اخو الممثله فاطمه الكاشف وابن الاستاذ حسن مصطفى وامل ابراهيم. قلت لهم انا اعرف ولد كويس. هنيدي كان بيمثل في مسرح الجامعه، وكان بيعمل مسرحيه، بيشتغل مسرحيات في مسرح الدوله، حاجه يعني ما اعرفش. اعتقد الدكتور زعتر كان برضو حد رشحه معانا كده وبتاع، فقالوا لي هاتوا. فقابلته بيهم، وقد كان يعني عمل الدور وربنا كرمه يعني، وطلعت وجهه نظري في محلها. يعني الحمد لله فرحت، يعني ان انا يعني قلت اختيار كان موفق. قلت ده ممثل شاطر، فيعني ربنا ما خذلنيش، يعني هو الحمد لله دلوقتي يعني نجاحات عظيمه يعني. طيب، تعاون مع ياسمين عبد العزيز، نجمه كبيره ياسمين عبد العزيز طبعا. وياسمين عبد العزيز من نجوم جيلها بتشيل فيلم طبعا باسمها طبعا. واخر الافلام معاها كانت الابله طمطو، كانت ابله طمطو 2018 تقريبا. شايف من وجهه نظرك كمخرج ايه اللي يميز ياسمين عبد العزيز عن باقي جيلها؟ اولا الطفوله والبراءه والشقاوه اللي في وش ياسمين عبد العزيز، والناس بتحبها يعني. وياسمين بتروح للناس بشكل سهل قريب، بشكل قريب، ما بيحسوش انها بتمثل، ما بيحسوش ان في اصل في احيانا الممثل يبالغ في الاداء فالجمهور يبعد عنه. صح، ياسمين ما عندهاش ده، بسيطة عندها متكلفة وعفوية. فالناس يعني الناس بتحبها كده بينها. وبعدين كمان ياسمين كمان عشان ابتدت كمان في الاعلانات وهي صغيره، ف يعني زي ما بيقولوا كده يعني الجمهور كان بيها. الجمهور كان واخد باله منها يعني. فبصدق ان هي لما جت تمثل كمان وياسمين عملت حاجات حلوه كتير، مش معايا انا بس يعني، عملت مع ناس ثانيه كتير. طيب، تجربه جده حبيبي مع الفنان محمود ياسين، ليه شايف ان هي ما خدتش حقها؟ اصل دي الفيلم نزل يوم ما اتباعت بورسعيد، 1 فبراير. التوقيت، المشكله كانت في التوقيت. التوقيت طبعا، التوقيت والظروف اللي احنا عملنا فيها الفيلم كانت ظروف قاسيه جدا. يعني ودي انا اشكر شركه الانتاج، لان شركه الانتاج كل الناس توقفت عن الانتاج بعد الثوره، كل الناس وقفت يعني، حتى المسلسلات اللي كانت داخله في ذلك الوقت توقف انتاجها. اللي حصل بعد كده ان شركه الانتاج قلت لهم يا جماعه احنا في ارتباك، الدنيا مش باينه ومش معروف بقى السينما ايه، الفيلم اللي هيخلص ده هيتعرض امتى. فالناس قالوا لي لا هننزل نصور. فكنا بنصور حتى لما كان بيبقى في حظر تجول لحد الساعه 4، احنا كنا بنشتغل مثلا من الساعه 6 الصبح لحد الساعه 3، وبعد كده دايما المصريين يعني الظروف مش بتوقف. شركه الانتاج بطله ان هي كملت تصوير الفيلم. احنا كنا بنصور 4 ساعات طبعا، الفتره ما كانتش سهله وكانت ظروف التصوير، وكانت كمان مشاهد الفيلم، في مشاهد كانت في مشاهد في التحرير، وفي مشاهد في وسط البلد،
وانا صورتها يعني ما يعني كمان صورتها. فكانت ظروفه الى جانب بقى بعد ما خلص الفيلم لما جينا ننزل عرضه نزلناه يوم الماتش ده فالدنيا راحت مقفوله تاني طبعا عمرنا ما بننسى. انما هو فيلم انا سعيد جدا طبعا بتجربتي مع اثنين فنانين كبار جدا. العظيم الراحل محمود ياسين العظيم حقيقي وحبيبتي جدا 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 رقه السينما المصريه وسمراء الشاشه لبنى عبد العزيز. حاجه يعني انا ما كنتش احلم بصراحه يعني انا كنت ببقى قاعد كده مش مصدق وانا في التصوير ان انا بشتغل معاها مش مصدق يعني اقول لها اكشن اقول لها ميزانسين ايه تعمل ايه والف كده اجي اقعد جنب المونيتور اقول لبنى عبد العزيز امن حواء واسلام المخرجين تاريخ والوساده الخاليه اسمي يعني الفيلم باسمي هيتحط جنب الاسامي دي انا محطوط يعني انا هيتعمل افيش او يتعمل الفيلم يعني بطوله لبنى عبد العزيز واخراج علي ادريس ده مش يعني في حاجات ما بتحصل لك مره واحده يعني. طب عايز اروح مع حضرتك لاول فيلم ابتديته كمخرج اصحاب ولا بيزنس ويمكن كان فيلم جريء وجديد ومختلف واعتقد انه يعني ساعتها الناس كانت مجمعه عليه والفيلم نجح بطريقه كبيره جدا 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 مع انه كان بيناقش مشاكل يمكن كانت جريئه. ما فاكر ما كواليس اصحابه ولا بيزنس ازاي؟ لا هي كواليس اصحابه ولا بيزنس هو المشكله كلها كانت في ان الفيلم ما كانش كده ما كانش مكتوب كده. الفيلم اتكتب كده يعني اتكتب بعد ما سافرنا بيروت ورحنا مخيمات عين الحلوه بتاعت الفلسطينيين. كانت يعني اخواننا يعني اللبنانيين وعائلات فلسطينيه اشقاء يعني ساعدونا في ان احنا نشوف تفاصيل صغيره قوي من حياه الناس في المخيمات. فاحنا تاثرنا جدا انا والدكتور مدحت العدل ورجعنا قلبنا الفيلم خالص يعني خلينا عمرو واكد البطل جهاد ده هو الـ الشخصيه الدراميه اللي احنا هنبني عليها الفيلم. واعتقد ان احنا لو كان عندنا وقت اكتر احنا كان ممكن شكل الفيلم ده كله يتغير. بس طبعا كانت يعني شجاعه من شركه الانتاج ان احنا رحنا صورنا يعني مظاهرات يعني في مظاهره صورتها حقيقيه كانت مظاهره بجد يعني لان الاشقاء الفلسطينيين كان كل يوم جمعه بعد الصلاه بيعملوا مسيره كبيره جدا في المخيمات كلها مش في المخيم عين الحلوه بس اللي في بيروت لا في المخيمات الفلسطينيه كلها. فنزلنا صورناها فلا الفيلم كانت حاله شجن كده يعني ما اعرفش طلعت هي الحمد لله ان الناس حست بيها يعني. طيب كتير مخرجين بيقولوا الايام دي ان احنا بنعيش فترة فيها أزمة ورقة، هل احنا فعلا عندنا أزمة في كتابة السيناريو؟ أكيد عندنا أزمة. طبعا. طبعا طبعا. أولا احنا مشكلتنا الكبرى إن احنا بقينا ننقل. يعني أصبح هناك كتاب سيناريو بياخدوا الفيلم الأجنبي ينقلوه بجمله. بدون معالجة حتى؟ بدون معالجة. بدون انه ما يخشش حتى يغير خط. ومخرجين هم بيدافعوا عن وجهه النظر دي بانه انا يعني قاصد ان انا اعمل ده انا مش داخل اعدي فيه. لا 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 اولا هو ما فيش موهبه في الكتابه فبيروح ينقل بيستسهل يعني. وكذلك مع المخرج لان السيناريست لما هيجيب لي فيلم متصور هخرجه بنفس الطريقه اللي معمول بيها فلازم تشوف الفيلم عامل ازاي. فالمخرج والسيناريست بيجيبوا الفيلم الاجنبي ده يكتبه وده يخرجه بنفس الطريقه بصرف النظر الفيلم ده انت هتقدر تدخل فيه ايه. ما احنا طول عمر السينما المصريه بتاخد من الاجنبي ومصرنا افلام كتير وكان التمصير احيانا بيبقى احلى من الفيلم الاجنبي. يعني لما تشوف حضرتك فيلم البحث عن فضيحه الاصل الامريكي بتاعه اللي هي مرشد الرجل المتزوج المصري احلى منه بكتير. لما تشوف فيلم ظهر الصبار وتشوف نص ساعه جواز تلاقي المصري احسن بكتير. فاحنا كنا شطار كان عندنا تجارب ناجحه كان عندنا شطار ناس شطار في الاقتباس يعني او في التمثيل ازاي يقلبوا يخليه مصري.
ده مش موجود دلوقتي خالص. طيب حضرتك ممكن تشتغل في فيلم زي ده مش اللي بيتم تمصيره او بيتم مثلا معالجته عشان يناسب مجتمعنا، لا، الفيلم اللي هو بيتاخد كوبي زي ما حضرتك قلت، بيتاخد هو جاهز، فالمخرج بيروح يشوف متصور ازاي عشان بقول لحضرتك في التصوير بيحطوا الفيلم الاجنبي. حضرتك ممكن تعمل حاجه زي دي، بيحط الفيلم الاجنبي علشان المخرج يقول للمصور بص الفريم ده احنا عايزين يعني مفيش اي ابداع، مفيش اي فكره، احنا بننقل بس، فده مش ده ما يطلعش فيلم كويس. فالورق دي مشاكله، انت ما لازم يعني في كتاب كويسين وفي ناس موجوده، انما الـ السوق بيفرض عليك نوع معين من الافلام دي اللي بتنتج، انما مش انما اكيد في كتاب، اكيد في كتاب كويسين بس ما يقدروش، مش عارفين يعدوا يمشوا مع السوق، لا مش عارفين يوصلوا حتى. انا في ناس بتكلمني مع ما تعرفش تليفون حد، وبيروحوا المكاتب يمشوهم حاجات كده يعني بيلاقوا معامله، مواهب مش عارفه توصل، معامله قاسيه. طب اقرا وقول له حلو او وحش او كده، انما هي الفكره كلها ان انت نوع معين هو السائد، هو ده اللي المنتجين عايزينه وكذلك الجمهور. طب استاذ علي، حضرتك عندك تفضيل للاعمال الكوميديه، لانه اعمالك يعني في منها كتير اعمال كوميديه، هي كلها، انا ده تفضيل شخصي ولا ده اللي كان؟ لا 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 لا، انا بحب الفيلم الكوميدي. انا 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 بصي هقول لحضرتك على حاجه مهمه جدا، الفيلم الكوميدي عايز بساطه في الاداء. واحنا للاسف اتربينا على ان احنا ندي جوائز ونعطي اهميه كبرى للمبالغه التمثيليه وللافلام اللي فيها صريخ وصوت عالي. الفيلم الكوميدي ما فيهوش الكلام ده، الفيلم الكوميدي ابسط، الفيلم الكوميدي اعمق، الفيلم الكوميدي بيتكلم فيه حاله انسانيه كده ما بين واحد وصديقته، صديق وصديقه، اسره يعني فيلم ام العروسه ده في ايه ما فيهوش صريخ، ما فيهوش صريخ، الراجل بيعاني وعايز يجوز بنته وعنده 7 عيال ومش عارف يسرق ولا لا ولا يعمل ايه، انما انت لا ترى، سوري انا اسف، انت ما بتشوفيش عماد حمدي وهو بيصرخ، عماد حمدي ما بيروحش يخبط في البيت صح. ويكسر الحيطه ما فيش الاوفر في الاداء زي اشاعه حب، يعني كوميديا رهيبه وانت لا مش لا انا لا اشاعه حب قولي لطيف، لا انا بكلمك على فيلم في ازمه، يعني البطل بيعاني من ازمه المال، ازمه غلاء الاسعار ومش عارف يجهز بنته وعنده لسه غيرها كتير، او موصلك الاحساس ده ببساطه، انما الاداء عامل ازاي؟ شوفي الجمال، الطريقه دي للاسف احنا ما بنحبهاش وما بنديهاش تقدير، احنا على طول نحب الصريخ ونحب المزيكا تبقى عاليه ونحب التخبيط يبقى جامد ونحب الممثل يبقى رعب يعمل كده، والممثل بيحب الكلام ده كمان لان هو كمان بس مش بيعيش برضه، مش بيعيش، ما ده كبير وسنه زي ما حضرتك قلت، سنه سنتين وخلاص. ما هو اللي بيبقى في الاخر، اللي بيبقى في الاخر العمل، احنا النهارده بنتكلم على ام العروسه اللي فات عليه 60 سنه انما في افلام من 5 سنين انت ما بتعرفهاش ولا هتعرفها، وخدت جوائز وتسقيف وشهادات تقدير وتماثيل انما اتحطت في الدرج، اللي يبقى العمل، اللي يبقى الشريط السينمائي. استاذ علي، تم اختيارك في لجنه تحكيم في مهرجان المركز الكاثوليكي للافلام الروائيه اللي هيتعمل في مايو اللي جاي. يعني ابونا بطرس دانيال يعني اكرمني طبعا وشرف وشرفت ان هو اختارني رئيس لجنه تحكيم في مهرجان المركز الكاثوليكي لهذا العام يعني. ان شاء الله. طيب مين من المخرجين الحاليين الشباب الصغير اللي حضرتك شايف ان هو ممكن يكون حاجه قدام؟ والله كتير، انا بتفرج على مخرجين كويسين كتير، يعني ما م م م مش عايز اقول فلان او فلان، يعني مش عايز اقول حد بالاسم يعني، انما انا شايف ان المخرجين والمصورين في السينما حاليا عاملين قفزات جيده، يعني شطار بمعنى شطار قوي في التكنولوجي وشطار في ان هم في الفريم
وفي وفي حركه الممثل وفي حركه الكاميرا، كل ده جميل، بس هم مشكلتهم مش قضيتهم هم، يعني مش مشكلتهم الورق، الورق ما بيساعدهمش خالص، الورق مش مبين امكانياتهم. طيب في تعاون جديد في فيلم ويك اند كنا بنتكلم مع حضرتك، عايزين نعرف التفاصيل، وده برده مع الاستاذه زينب عزيز وانتاج هشام عبد الخالق، بيوم فؤاد ومصطفى خاطر وهنادي مهدنا وصابرين ومجموعه كبيره. احكي لنا بقى اخر اخبار الفيلم. والله الفيلم ده، بس هقول لك على حاجه، الفيلم ده احنا كنا شروعنا يعني في ان احنا نبتدي فيه شهر 8 اللي فات، وفضلنا ماشيين. هو الفيلم ويك اند، هو في الفيلم في الاخر بلاجات يعني، فلغايه ما دخلنا يناير وبعدين فوجئنا بدرجه الصقيع العظيمه ديت والجليد وكده، فراح مننا الفيلم يعني. احنا كنا عايزين نصوره في اواخر الصيف، بس للاسف يعني على بال ما الدنيا اتظبطت وممثلينه كتير، وعلى بال ما اخترنا الشخصيات واتفقنا معاهم وكده، فده خد وقت. فان شاء الله ان شاء الله ادخلوا الشهر 3 شهر مارس اللي جاي. بنبارك لك طبعا عليه وهنكون في انتظار. يا رب يا رب يطلع فيلم حلو، اتمنى انه يعجب الناس ان شاء الله. احنا متعودين من حضرتك على كل حاجه حلوه، فان شاء الله باذن الله فيلم حلو ناجح. شرفتنا ونورتنا الاستاذ علي ادريس المخرج الكبير، الف شكر ليك يا فندم. شكرا، شرفنا بوجودك، والنهارده كلنا نشجع مصر وننبسط ان شاء الله ليله مصريه كرويه. يا رب يا رب ان شاء الله، فرحه كبيره مصر ان شاء الله. شكرا لحضرتك على وجودك معانا.